دكتور كاظم الجزئية اللي بيهتم فيها إنه هو الشكل الطبيعي، مش فقط إنه زراعة وخلاص. اسمي مهند أبو المجد، من السعودية، من جدة تحديدا. بصراحة موضوع زراعة الشعر كان شاغلني من فترة طويلة، لأنه الشعر بدأ يقل من قدام من زمان، وكل ما لي أحاول أجيب الشعر اللي وراء على قدام وأحاول أغطي وأقول لا مو واضح وما حد منتبه، يعني أقنع نفسي. دكتور كاظم اللي يميزه عن اللي لما قابلته وتكلمت معه، اللي يميزه عن باقي العيادات اللي تكلمت معهم بالتليفون أو حتى قابلتهم فيس تو فيس أو وجه لوجه، إنه هو مهتم بالشكل الطبيعي أكثر من إنه هو يزرع فقط. قررت إن أنا أكمل مع دكتور كاظم، قلت هذا الرجال فاهم شغله أكثر من غيره. ومن هنا أنا طاح الخيار على فيرا كلينيك، من أول مرة لازم تروح مع الشخص الصح، لأن البصيلات ما بتتجدد، فإذا استهلكت البصيلات أو العملية ما نجحت لأي سبب حكون خسرت جزء كبير من محفظة الشعر زي ما يسموها أو البصيلات اللي عندي. ما في أحد يصدق إنه أنا زارع أصلاً إلا لما أوري صوري قبل وبعد. فأنصح أي شخص إذا كان عنده قلق أو خوف من الموضوع هذا، ولا 1% يأخذ الخطوة وإنه يقرأ عن الموضوع ويروح يسوي عملية الزراعة. أكيد النتائج بعد حتساعده كثير، ثقته في نفسه، والثقة في النفس زي ما كلنا نعرف تأثر على حاجات كثير في حياتك، تعاملك مع غيرك، شغلك، حياتك بشكل عام. فطبيعي ما أنصح أحد يجرب إلا فيرا كلينيك، لأنه النتائج اللي أنا شفتها جدا مرضية. ومن هنا أحب أشكر الكادر الطبي اللي كان معانا كله، والمترجمين والأطباء كاملين، فشكرا فيرا كلينيك.